نعم، أبوال الحيوانات على قسمين، قسم يؤكل لحمه، فالذي يؤكل لحمه بوله ومنيه طاهر كالإبل والغنم طاهر، بوله طاهر، ما يؤكل لحمه فإن بوله وريقه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل ولبنها، فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربها. قالوا وهذا دليل عنها، ألا أن كل ما يوكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، هذا من إزالة المشقة عن الناس. نعم.